النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة في الحلة بدون فرن. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة بدون فرن. هنعملها في الحلة على البوتاجاز. المقادير اللي معايا كوباية ونص دقيق عليها رشة ملح، كيس بيكنج باودر، كيسين فانيليا، بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، كوباية لبن، كوباية سكر، كوباية زيت، نص كوباية كاكاو خام. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. هجيب الخلاط، هنزل كوباية الا ربع لبن، كوباية سكر، ونص كوباية كاكاو خام، وكيس فانيليا، وهضرب المكونات كويس جدا، وبعدين هنزل بالزيت سرسوب من فتحة الخلاط. ضربت المكونات كويس جدا في الخلاط، هنزل بالزيت من فتحة الخلاط سرسوب مع استمرار الضرب. بعد ما ضربت الزيت مع المكونات بقى معايا صوص شوكولاتة، هاخد منه كوباية، هاخد كوباية واخليها في التلاجة من صوص الشوكولاتة. شايفين القوام بتاعه؟ وباقي الصوص هنزل على باقي الصوص اللي في الخلاط ببيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وربع كوباية اللبن، وكيس فانيليا، وهضربهم كويس جدا. خلاص ضربت البيض مع صوص الشوكولاتة. هنزل في البولة معايا كوباية ونص دقيق عليها رشة ملح، هنزل عليها كيس بيكنج باودر وهقلبهم كويس. وهنزل بالدقيق والبيكنج باودر على الخليط السائل. حبة حبة وبقلب بالمضرب لحد ما الدقيق يختفي تماما وما يبقاش فيه اي تكتلات. خلاص قلبت الخليط كويس جدا، بقى معايا قوام الكيكة كده زي ما انتم شايفين. معايا حلة مقاس 20 دهناها كويس جدا بالزيت. اي حلة عندكم، كل ما الحلة كانت صغيرة كل ما الكيكة طلعت مرتفعة اكتر. هنزل بخليط الكيكة في الحلة خلاص فضيت خليط الكيكة في الحلة. غطى الحلة بقى لفاه بفوطة ورفع حروف الفوطة على الغطا زي ما انتوا شايفين كده، وربطها بأستك عشان البخار ما ينزلش على الكيكة. هنروح على عين البوتاجاز هنشوف هنعمل ايه. حطيت صينية على عين البوتاجاز الصغيرة. الصينية تسخن، هوطي النار خالص وهحط عليها حلة الكيكة. خلاص الصينية سخنت، هوطي عليها النار خالص وهرفع الحلة اللي فيها الكيكة وهسيبها ساعة الا ربع. بعد ساعة الا ربع هنشوف هنعمل ايه. بعد ساعة الا ربع هنفتح على الكيكة، ما شاء الله، هنختبرها بسكينة. تمام كده، هطفي عليها
اهو يا حبايب قلبي الكيكه بعد ما طفيت عليها، بصوا شكلها جميل والسوا بتاعها مظبوط والارتفاع بتاعها حلو جدا. هسيبها تبرد خالص وبعدين هنزينها مع بعض. خلاص الكيكه بردت، هقلبها. شايفين الجمال؟ هقسمها بالسكينة عشان هزينها وهعملها زي التورتوية. بسم الله، هقسمها كده. قسمت الكيكة زي ما انتوا شايفين، شايفين السوا بتاعها مظبوط جدا. هجيب الكريم شانتيه، ده الكريم شانتيه اللي عملناه مع بعض الفيديو اللي فات، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. وهنزل معايا فنجان لبن، هسقي الكيكه. تمام كده، وهحط طبقة كريم شانتيه في النص، هفردها زي ما انتم شايفين كده، هحط طبقة الكيكة اللي باقية، هظبطها، هسقيها باللبن. بعد ما سقيتها باللبن هجيب صوص الشوكولاتة اللي كنت شايلاه في التلاجة، كوباية الصوص، وهنزل بيها. بعد ما نزلت صوص الشوكولاتة هعمل روزتات بالكريم شانتيه. لو عجبتكم طريقة عمل كيكة الحلة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. أشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.